عقارب الساعة مش بتهزر، هي كده كده ماشية في مسارها وإحنا اللي ماشيين وراها، ولو خدتنا للطريق الأسود صعب جدا نخرج منه بسهولة. وضيفنا النهاردة بيكره اللون الأسود وبيدور على القيم والأخلاق طول الوقت، بيعدي مشاكل كتير قوي وبنفتكر إنه هو خلاص وقع في الطريق الأسود، لكن الحقيقة دايماً بتبقى في الآخر الطريق الأبيض. تعالوا نشوف عقارب الساعة مع تامر أمين هتودينا لفين. الإعلامي الكبير تامر أمين منورنا. كل سنة وانت طيب يا دودي. وانت بألف خير، وسعيدة جدا ان انت بتصور معايا النهاردة. ربنا يخليكي، انا اللي سعيد. جاهز لعقارب الساعة؟ يلا. تفتح لنا قلبك؟ بس هو الخوف من العقارب. هو في عقارب كتير في الحياة، بس احنا هنحاول نتكلم عنهم في المتغطي يعني عشان ما نزعلش حد. انا جاهز. الحياة طريقين، أبيض وأسود، مشيت في أنهي طريق أكتر؟ مشيت في الاتنين. زي بعض؟ ما كانش فيه لون اكتر شويه؟ بص، هي الحياه زي ما انت قلتي بتبقى ابيض واسود، وانت بتبتدي الطريق ما بتبقيش عارفه نهايته وما بتبقيش عارفه لونه. الابيض متهيألي بيبقى متعلق بالنيه اكتر. يعني نيتي طول الوقت ان انا احاول ابقى ماشي في الطريق الابيض، سواء لنفسي او للاخرين. ساعات بيسود مني ودي طبيعه الحياه، لكن على الأقل ما بيبقاش نيتي سودة. الأبيض بيمثل لك إيه؟ فلوس، شهرة، صحة، حب؟ الأبيض هو اللون النقاء. والأبيض دايما بيتقال على قلبه أبيض، ده هو الإنسان اللي الواحد يحاول يتقرب منه، الواحد يحاول يبقى طول الوقت نيته بيضة وقلبه أبيض وأفعاله كمان تبقى بيضة. والأسود إيه في حياتك؟ تصدق ان في ناس كتير بتزعل او بتكره اليوم الاسود واللون الاسود، لكن انا الحقيقه ما بقفلش منه. انا بعتبره سيد الالوان. والاسود طول الوقت هو اللي بيعرف يوضح لك الفرق ما بينه وما بين الالوان التانيه. والاسود لون الوقار والحشمه، الاسود لون الهدوء، وعند كتير من الناس هو لون الحزن. مش حزن لكن يعني؟ لكن انا بالنسبه لي لا، الاسود ما بيفكرنيش بالحزن. غموض يعني؟ لا، انا بالنسبه لي الاسود وقار. انت شخصيه غامضه شويه؟ شويه. انت برج ايه؟ العذراء. العذراء. طيب خلينا نرجع لعقارب الساعه، وبتعمل لها حساب ولا لا؟ جدا. كثير. انا واحد من الناس اللي بحترم الوقت جدا. وبؤمن انه الدقيقه ليها ثمن والثانيه ليها ثمن، وده يعني انا والدي علمني كده من وانا صغير. احترام قيمه الوقت. وكمان شغلتي كمذيع زودت الفكره جدا، لانه انت عارفه ظهورنا على الشاشه بيتحسب بالثانيه وبالدقيقه. وتعلمت وانا صغير في الاعلام انه الدقيقه على الهواء مع المشاهد ليها ثمن. والدقيقه دي تتحسب ليك يا تتحسب عليك، لو قدمت شيء قيم ومحترم تبقى انت استفدت بالدقيقه وتتحسب لك. طيب تعالى نبتدي فقره الابيض. يلا بينا ونشوف اول يوم ابيض في حياتك. فرحه ما بتتنسيش. يوم ولادة بنتي الكبيرة. الكبيرة؟ بنتك اسمها ايه؟ نور. كبيرة نور. ما حسيتش بنفس الفرحة تاني؟ مفيش حاجة شبهها؟ طبعا البنت الصغيرة ملك فرحة طبعا كبيرة كمان، لكن أول مرة أحس. أنت عندك بس بنتين؟ عندي بنتين الحمد لله. أول مرة أحس بفكرة الأبوة. وأول مرة أحس إنه في كائن مخلوق مني وأنا مسؤول عنه. وأول وقعة سمعتها كان إحساس ما أعتقدش إنه عدى عليا في الحياه ولا هيعدي تاني. يعني مين الشخص اللي وقف جنبك وما كنتش تتوقع ان هو يقف جنبك؟ مراتي. حقيقي؟ بس كل واحد بيتجوز بيبقى يعني عامل حسابه ان اكيد مراته دي هتقف جنبه. لا بالعكس، ده الطبيعي. لا بالعكس، مين اللي قال كده؟ ده الواحد بيتجوز وبيحس ان الخيانه هتيجي من مراته. لا 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 لا، 80% يعني ولا 90%، ما فيش حد هيتجوز وهو مش متوقع ان مراته لا هتقف. لا ما بصي، يعني الجواز اليومين دول بقى صعب. والحياة بقت صعبة عن زمان. والعلاقات الزوجية ما بقتش مستقرة وهادئة زي أجدادنا وأبائنا. فالواحد وهو بيتجوز أنت لازم تبقي متوقعة أن بتتعرفي على كائن غريب عنك ومختلف عنك في اللحظة الأولى. هيحصل ماتشنج وهيحصل توافق وهيحصل تفاهم وهيحصل استجابة وهيحصل استيعاب وهيحصل حاجات كتير ولا لأ،
دي بتبقى يا ابيض يا اسود زي البرنامج كده. فالحمد لله انا حظي كان جيد. انت اتجوزت عن حب؟ انا اتجوزت عن فخفخينه. يعني ايه فخفخينه؟ يعني اتجوزت عن حب مع عقل مع اقتناع مع حاجات كتير عملت فخفخينه زي بتاعت فرغالي كده وطلعت حاجه كويسه الحمد لله. والنتيجه زي ما بقول لك ان ربنا وفقني في زوجه كويسه كانت في ظهري طول الوقت وما زالت، وعشان كده مثلت لي مفاجاه حلوه انها طول الوقت سبب من اسباب نجاحي وسبب من اسباب استقراري زوجتي وانا بعترف بده. ايه اكتر وقت كان صعب في حياتك وهي وقفت جنبك فيه؟ بعد الثوره. بعد ثوره يناير 2011 ده كان وقت صعب اعتقد على مصر كلها وعليا انا بوجه خاص، لانه مش عايز اقعد احكي بقى انتوا يعني عارفين التاريخ كويس، لكن الوقت ده كان وقت زي ما بيقولوا كده وقت ريبة. الوقت اللي الحقائق فيه مش واضحة وكان فيه ضباب وما كانش عاد عارف مين الصح ومين الغلط. وأنا ساعتها اتهاجمت وساعتها اتقال عليا فلول واتقال عليا ضد الثورة واتقال عليا كلام كتير جدا لو تفتكري. وبعد الثورة قعدت في البيت حوالي ما يقرب من السنة، وبعد كده رجعت بقى على مجموعة قنوات الحمد لله. السنة دي كانت من أصعب سنوات في حياتي وكانت زي ما أقولك كده فترة ريبة وشك. وهنا زوجتي كان ليها دور مهم يعني مع مجموعة من الأصدقاء مع والدي الله يرحمه كمان في إن هم مثلوا لي فكرة المرشد. لا بلاش المرشد دي عشان ما يدرش الإخوان. فكرة الجايد أو الدليل، إنه طول الوقت كنت أقول لهم طب أنا يا جماعة أنا عملت حاجة غلط عشان أتهاجم الهجوم ده، طب انا اسأت في شيء، طب انا خالفت ضميري في حاجه. فكان طول الوقت زوجتي ووالدي وكل المقربين يقولوا لي ما تزعلش طالما انت ما عملتش حاجه غلط والحق هيظهر واوعى تخاف في يوم من انك كنت ماشي صح او بتقول كلمه الحق حتى لو ما كانتش عاجبه الناس، لان في لحظه الناس هتعرف الحقيقه وهترجع تقول ان ده كان عندك. طيب تعالى نتكلم على حاجات الناس اول مره تعرفها عنك في شبابك ايام المعموره، ممكن تقول لنا؟ احلى ايام المعموره زمان كانت هي مصيف المصريين اللي بيحلموا بيه. كان عندك قصص حب على البحر؟ لا ما كانش عندي قصص حب، بس كان عندي قصص شباب. اللي هي التمشيه بتاعت كورنيش المعموره اللي كنت بتلبسي لها احلى لبس عندك، يعني كنا واحنا طالعين المصيف. يعني معقوله ما كانش في الشباب وقت الشباب قصص حب؟ هتصدقيني لو قلت لك انا ما كنتش بعرف احب ازاي؟ كنت شاب جد شويه بس انت كان في تصريح بتقول ان انت بتحب البنات وبتحب الستات عامه. لا بحب البنات وبحب الستات دي ده شكلا بس. يعني في الحياه كده بحب، لان انا راجل تبقى مصيبه لو حبيت الرجاله. فكويس قوي ان انا بحب الستات والبنات، فده شيء طبيعي، لكن انا بحبهم ككائنات حيه معانا نتوافق ونتفاهم ونعمل علاقات. لا اللي يسمع كلامك يقول ان كان في صداقات وقصص حب كتير اكيد قبل الجواز. لا صداقات لكن قصص حب لا. على فكره كنت اتمنى يعني اي شاب وهو مراهق 16 و17 و20 سنه اتمنى، والمفروض دلوقتي اتفخر واقول لك يا نهار ابيض ده انا كان عندي قصص حب ما حصلتش، بس الحقيقه لا هي ما حصلتش. ما كنتش بعرف احب. كنت خجول ولا في سنه خجل؟ وطب اقول لك سر، انا عمري ما عرفت اعاكس. مش ادب يعني برضه عشان ما ادعيش الفضيله يعني، بس انا ما كنتش بعرف يعني ايه عكس. وكنت شباب واصحابي عكسه واقول لهم انتوا بتعملوها ازاي؟ طب مش خايفين البنت ترد عليكم رد مش كويس، تلطشكم بالقلم، تاخدكم على الاسم، ابوها يجي يدير انكم علقه. فكنت بخاف شويه في سنه كسوف. كنت بتعمل اعتبار لوالدك الاعلامي الكبير جدا امين بسيوني؟ جدا. انا والدي ده كان رحمه الله عليه يعني وما زال هو قدوتي. وعايز اقول لك سر تاني، انه هو يعني رحل عن عالمنا منذ فترة رحمة الله عليه، بس أنا لحد النهاردة بعمل له حساب ولحد النهاردة بخاف منه بالمعنى الإيجابي. اللي بخاف إنه يزعل وببقى طول الوقت عارف إنه شايفني ومراقبني وبخاف إن أنا أزعله. هو كان سبب كبير في نجاحك؟ واحد من أهم الأسباب. واحد من أهم الأسباب إعلاميا وتربويا وإنسانيا وأخلاقيا ودينيا، ويعني إذا كان في حاجة اسمها تامر امين فبعد فضل ربنا لامين بسيوني. يوم وفاته حسيت بايه؟ بلاش يعني بلاش نفتكر اليوم ده لانه كان يوم صعب. طيب اكتر حاجه كنت حابب تقولها له؟ انا قلتها له وهو في المستشفى في اخر يوم كان في الغيبوبه.
رحمة الله عليه، ومايلت على ودنه كده وقلت له، قلت له ساعتها طبعا ما تسيبنيش، لانه يعني انا هو كان سند وظهر كبير جدا 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 ليا في الحياه، وقلت له لان انا حسيت يعني بقرب الاجل، قلت له يا رب تكون راضي عني، لو راضي عني فعلا هيبقى دي بالنسبه لي اهم حاجه في حياتي. يعني انتوا كنتوا اصدقاء؟ جدا، كان كنا اصدقاء وزمايل. ما كانش بيزعل منك ويقول لك تصريحاتك بلاش واسلوبك كان مش بيزعل مني و... بس كان طول الوقت ناصح امين، وكان طول الوقت باعتباره المشاهد المخلص، يعني بيتفرج عليا بعين المشاهد وطبعا بعين الخبير الاعلامي، وعمره ما قال لي انت غلط ولا صح، عمره. بس كان يتناقش معايا، يجي يقول لي انت قلت النهارده في البرنامج كذا 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 ليه؟ فاقول له عشان كذا، يقول لي طب ما خدتش في بالك وجهه النظر اللي بتقول كذا؟ اقول له اه والله، بس انا لو قلناها بالشكل ده هترمي في الشكل ده، فنقعد نتناقش. عمره ما قال لي غلط ولا صح علشان يسيبني لوحدي اكتشف الصح والغلط. وده كان واحد من دروس الحياه. خلص كلامنا في فقره الابيض وهنروح نبتدي فقره الاسود. اتفضلي. هنبتدي معاك فقرة الأسود، وأتمنى أن أنت ترد علينا بصراحة. أنت صريح جداً في حياتك ولا نص ونص؟ الشاشة بتقول لا، في الحياة حاجة والشاشة حاجة يعني تانية. إذا كنت بهذه الصراحة ولساني ما تبلش في بق فولة، ممكن تبقى تعبت بقى من الصراحة. لا بالعكس، الصراحة عمرها ما كانت متعبة. طيب، السعادة فيها عقارب والحياة كمان فيها عقارب. قابلت عقارب كتير في حياتك؟ طبيعي. اتعلمت منهم؟ اتقرصت منهم. العقارب بيقرصوا وبيلدعوا بتاعي. ده حقيقي. مين أكتر حد ما بتنساهوش أو موقف علمك كتير؟ لا، بتبقى مواقف كتير. يعني أنا اتلدعت أو اتقرصت من العقارب أكيد في بداية شغلك. لا قبل حتى، وإحنا في فترة الدراسة في أصدقاء وزملاء في الدراسة في المدرسة أو في الجامعة كانوا يبينوا لك الحب والصداقة والأنتيم والولاء والإخلاص الكامل، وبعدين تكتشفي انه بعضهم كان مصلحه وبعضهم كان نفسنا وبعضهم كان خيانه. قول لنا اخر ساعه سودة لعقرب ما بتنساهوش، اخر فتره زمنيه عشت فيها. حد بس مش هقدر اقول اسمه، يعني مش هنقول الاسم، مش عاوزين. حد معروف يعني، لكن حد صديق وبالبلدي كده بعني يعني. وفي الفترة اللي أنا كنت بكلمك عنها اللي هي فترة ما بعد الثورات، كان المفروض يعني إن إحنا حبايب وإخوات وكل حاجة، لكن اكتشفت في النهاية إنه في أول، زي بقول لك أنا في أول محطة باعك يعني، انقلب وكان بيتكلم عني وحش، و كان بيدخل بيتك وكينا عيش وملح مع بعض يعني. يعني كنا حبايب وأصدقاء وزملاء ولطاف جدا، وبعدين للاسف الشديد يعني ما طلعش هو الشخص اللي انا كنت متوقعه يعني. اتعلمت منه ايه؟ اتعلمت من الموقف، اتعلمت من الموقف ومن التجربه دي انه ليس كل ما يلمع ذهب. هو اعلامي؟ لا. صحفي؟ لا. رئيس قناه؟ رئيس قناه؟ لا. طيب، ما انت مش راضي تقول اي حاجه. فانا قلت التجربه ودي الاهم. انت مهموم بالاخلاق والقيم ودايما بتتكلم عنهم في برنامجك. مظبوط. واخدين حيز من حياتك بقد ايه؟ حيز كبير. بتناضل علشانهم في حياتك؟ بص، هي مش نضال، عشان برضو ما اديش الموضوع اكبر من حجمه يعني. ومش عارف، انا بستغرب في بعض الاحيان لما تبقي انت متحمسه لموضوع ما، والمفروض ان الموضوع ده كويس وحلو ومتفق عليه، ثم تهاجمي بسببه. يعني زي ما بعض الناس يطلعوا يقول لك يا عم بتاع الفضيله، يقول لك هو دي حاجه وحشه؟ امال يبقى الطف ان انا بتاع الرذيله والاباحه؟ يعني فين فين الانتقاد؟ بس يمكن الناس مش مصدقينك على فكره. دي نقطه مهمه جدا اللي انت قلتيها وبشكرك عليها. مش مهم تصدقيني، ركزي معايا بقى عشان النقطه دي جوهريه. مش مهم تصدقيني، المهم تقولي اللي انا بقوله صح ولا غلط. بمعنى انا مش لازم اكون شيخ في الجامع عشان اطلع اقول لكم الفضيله والقيم ولازم تبقوا كويسين. كويس، انا ممكن وانا ما بعملهاش الحمد لله، ممكن اكون خمرجي وسكير وعربيد في حياتي،
لكن لما اطلع في التلفزيون اطلع اقول لك الخمره حلوه جدا اشربي خمره مستحيل. انا دوري ان انا اطلع اقول لك الصح او ما يجب انه يكون الصح، ودوري ان انا كاعلامي ان انا احافظ على المجتمع. وانا مؤمن ومقتنع ان المجتمع اهم حاجه فيه قيمه واخلاقه هي اللي بتحافظ عليه قبل الفلوس. لانه مصر في العشرينات وفي القرن اللي فات عمرنا ما كنا دوله غنيه، بس كانت دوله غنيه بمجتمعها باخلاقها بقيمها، فهماني؟ فاللي انا بقوله انه صدقني ما تصدقنيش دي قصتك، لكن في النهايه قول لي انا ايه الغلط في اللي بقوله. طب انت شايف احنا مفتقدين القيم والاخلاق بنسبه كام في الميه؟ 90%. 90%؟ اه طبعا، احنا للاسف الشديد يوم ورا يوم بنفقد شيء من قيمنا. يوم ورا يوم بتقع حاجه مننا. احنا وارثين ارث وتركه زي ما هي ثقيله جدا في الاقتصاد هي غنيه جدا في القيم. كل يوم جبنا مخروم بيقع منه حاجه. هتتصلح ازاي؟ هتتصلح ان احنا اولا نفوق، يعني فكره اهم حاجه في علاج المرض هو تشخيص المرض. قبل ما تروح الدكتور يكتب لك الدواء لازم الاول يعرف انت عندك ايه. فلازم تكتشف انت الاول ان مشكلتنا هي 1 2 3 نقص القيم ونقص الاخلاق. لما ندرك الازمه هنبتدي نصلحها. نصلحها ازاي؟ هنصلحها ان الاسره ترجع تربي والمدرسه ترجع تربي قبل ما تعلم. الناس بتزعل منك قوي وانت بتقول كلام قاسي قوي. مره قلت يا مصريين استحموا وانضفوا، ومره تانيه اتكلمت على الاكله اللي بيحبوها جدا وهي اكله الفسيخ. تمام. وقلت جبتوا فلوس منين؟ والموقفين دول زعلوا الناس منك جدا، والصحافه طبعا كتبت ومحدش اثر. طبعا. يومين بيض ولا يومين سود؟ انا بالنسبه لي بيض. بس طلعوا بيض. للاسف الشديد ده جزء من اللي انا كنت بقوله لك من شويه. ان انا من وجهه نظري انا بقول ما يمكن الكلام قاسي. انا كنت بتكلم بس للاسف، ودي مشكله ممكن نبقى نجيلها في الكلام بعدين، هي فكره اليوتيوب اللي بياخد جزء الفيديو نازل بالاسم ده يقتطع الكلام. لكن انا كنت بتكلم عن موقف لسائح، وده في برنامجي. كنت بتكلم موقف سائح ركب مع سواق تاكسي مصري. سائح اجنبي ركب مع سواق تاكسي مصري. السواق ده بالذات كان صعب. لبسه مقطع ولابس شبشب مقطع. والراجل ريحته كانت صعبه ومش عارف ايه والتاكسي. فالراجل نازل السائح الاجنبي بيحكي تجربه سوداء. قال لك كنت قاعد سارد مناخيري وبطني مقلوبه وريحه التاكسي وحشه ورجل ريحه السواق صعبه جدا ومش قادر كذا وكذا وكذا. فانا ساعتها طلعت وقلت يا جماعه احنا ليه فعلا بنأثر في حق نفسنا وبنبوظ صورتنا بالشكل ده؟ فيها ايه لما نستحمى؟ فانا بتكلم على التجربه دي، على الواقعه دي. اليوتيوب خدها كلمتين بس اللي هو فيها ايه لما نستحمى، استحموا، وقال لك تامر امين استحموا يا مصريين. فانا ما ببقاش مسؤول عن اليوتيوب واقتطاع الكلام. طيب فيديو الفسيخ. فيديو الفسيخ انا لحد النهارده دي اكله المصريين كلها بيحبوها. طيب وده ذوق، يعني ذوقي ان انا اكل فسيخ وذوقك ان انت ما تحبوش، عداك العين. لكن ان انت قلت للناس انتوا ازاي تاكلوا الاكله المعفنه دي؟ كويس. اولا معفنه دي مش وصفي. ده وصف هي طريقه عمل الاكله. ده بعيدا عن ده، بعيدا عن هي طريقتها ووصف مين؟ وصف وزاره الصحه. يعني الوصف العلمي لاكله الفسيخ انها ماده تصل الى درجه التعفن. خلاص خلاص، ده وصف علمي مش انا. انا بقول لهم انا ما بحبهاش. وبحب، بما اني بحب المصريين وبحب شعبي، فبقول لهم يا جماعه انا ما بحبكوش تاكلوا اكله العلم بيقول انها معفنه وقد تؤدي الى التسمم. بدليل ان وزاره الصحه بتبقى محضره مصل التسمم واللي بيجي له السم ايه واللي بيخش المستشفيات ايه وكذا وكذا وكذا. كويس. ثم كمان اتخضيت جدا من الرقم اللي اعلنته كمان وزاره التموين. ان في 48 ساعه اتصرف 1 مليار جنيه على الفسيخ. فانا الفكره مش جبت الفلوس منين، انا مستحرم الرقم ده يتصرف على الفسيخ. لا، نصرفه على عيالنا احسن. نصرفه على مدارسهم احسن. نصرفه على دواهم احسن. نصرفه على شربهم، على لبسهم، على كسوتهم. هو ده اللي انا قلته. مش بمنطق ان كل واحد جاب 8 كيلو فسيخ منين؟ ما هو برضه انا مش ساذج يعني. بس بعد الهوجه اللي حصلت، لا، كله فسيخ زي ما انتوا عاوزين. الف هنا وشفا على صحتكم. انا هبقى هاجر يوم اكل الفسيخ ده. انت طلعت قلت ده برنامجك بعد كده؟ بعد الهجوم ومش عارف، قلت لهم بصوا انا لسه مستحرم 1 مليار جنيه يتصرفوا على الفسيخ. وقلت لهم على فكره ساعتها لو 1 مليار جنيه ده موجود ما تجيبوهم لحمه. لحمه ولا فسيخ؟ لحمه طبعا. فراخ ولا فسيخ؟ فراخ طبعا. سمك وجمبري ولا فسيخ؟ سمك طبعا وجمبري. انا في رايي كده. لكن حيث ان المصريين واضح ان الفسيخ يعني معاهم عنصري كده، الف هنا وشفا على صحتكم، وانا هبقى هاجر. السوشيال ميديا مفيده ولا مضره؟
الاثنين مفيده جدا جدا لانها ساهمت بقد ايه في شهرتك انت شخصيا؟ اكيد بقدر كبير لان السوشيال ميديا بقت يعني 50 60 70 لا مش هقدر اقول لانه عارفه لو انا ابتديت في زمن السوشيال ميديا اقدر احسبها لكن انا عجوز انا عارفه بس مؤخرا ما حسيتش ان انت من الناس اللي كنت مهم على السوشيال ميديا يقولون بس عايز اقول لك بجد ما زلت انا مذيع تلفزيون مش مذيع يوتيوب والفارق كبير. ايه الفارق؟ الفرق ان انا ما بشتغلش عشان اعمل اثارة على السوشيال ميديا. اوكي. انا بشتغل عشان اعمل افادة على التلفزيون. ولما كلام مهم من اللي انا بقوله بيتاخد على السوشيال ميديا بفرح. بس مش هدفي ان انا اعمل ده. وده فرق كبير لان في بعض المذيعين بيبقوا باصين للسوشيال ميديا قبل الشاشة المحترمة اللي هما بيشتغلوا فيها. ودي كارثة. يوم ما سبت البيت بيتك كان ابيض ولا اسود؟ كان مهبب. مهبب ليه؟ اسود مهبب لانه البيت بيتك. يعني مش هقدر اكلمك عنه لانه حاله كانت مصر كلها متعلقه بيها مش انا بس. بس لما تعمل برنامج لوحدك باسمك غير لما تعمل برنامج فيه اعلاميين كتير خالص. ده الناس اللي عندهم شيزوفرينيا وبارانويا وعنجهيه وغرور وبتاع وانا مش كده خالص. انا اهم حاجه عندي حاله النجاح. حاله النجاح اللي كانت متوفره في البيت بيتك لم ولن تتكرر. ما كانتش موجوده لانه كان كبر عن كونه برنامج إلى أنه حالة جمعت المصريين والوطن العربي كله. اسألي أي حد من المحيط الخليجي عن البيت بيتك يقولك ده كان أروع برنامج. في ناس والله كانت بتسيب شغلها عشان تلحق تروح تتفرج على البيت بيتك. لما كانوا بيقولوا أن أنت دخلت البيت بيتك بواسطة كنت بتتضايق؟ كان يوم أسود ولا أبيض؟ لا يعني في البدايات وأنا صغير كنت بتضايق. وأنا صغير لسه وكان شعري أسود لسه. كنت بتضايق لكن مع الأيام طبعا عرفت أنه اي نجاح في الدنيا لازم يبقى له هجوم ولازم يبقى له انتقاد. وبعد كده عرفت انه المعيار للرد على الناس مش هو الرد بالكلام. لا الرد بالعمل. فبقائي على الشاشه والحمد لله نجاحي ثم تنقلي في القنوات الخاصه. القنوات الخاصه اللي فيهاش واسطه. القنوات الخاصه دي بزنس. صاحب القناه والاداره بتاعه القناه شايفاك ناجح وبتجيب لهم مشاهده وبتجيب لهم اعلانات هيبقوا عليك وهيتعاقدوا معاك. ما بتعملش ده حتى لو بيموتوا في دباديبك هيقولوا لك شكرا. تقدر تقول لنا رايك في الاعلاميين اللي هنقول اساميهم دلوقتي جدا وتقول لنا ابيض ولا اسود؟ لا مش هقول لك ابيض ولا اسود بس هقول لك رايي. هتقول لنا رايك؟ يلا بينا. اول واحد تامر امين. مجتهد. توفيق عكاشه. حالة. بسمة وهبة. بتذاكر. منى عراقي. مشاغبة. مشاغبة. انت مش يعني انت هتقول كلمة بس احنا عاوزين ابيض ولا اسود وتعليق عليهم. منى عراقي. عايزة من الاول ولا نخش من منى على طول؟ يلا من منى عراقي. من منى. منى مذيعة مجتهدة وبتحاول تبذل مجهود وبتتعب في شغلها. بس عندها تكة زيادة وعندها ربع ضارب وعندها حتة اللي هي فكرة انه لازم اسمع ولازم اكسر ولازم الحلقة تعمل كذا وانا عمر ما الاعلام يبقى هدفه النتيجة دي. انا اعمل شغلي والنتيجة تحصل لوحدها. بس ما تعمدش ان انا اعمل النتيجة دي. اوكي. عمرو اديب. عمرو اديب مذيع طبعا ناجح ما اقدرش اتكلم. له اسلوبه اللي في ناس بتحبه قوي 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 وفي ناس ما بتحبوش قوي 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 قوي. يعني حاله اللي هي ابيض واسود قوي. في ناس معاه ابيض جدا وفي ناس اسود جدا. ريهام سعيد. ريهام ليها مدرسه او ليها اسلوب برضو هو البرامج الاجتماعيه الانسانيه. بس بتأفور شويه وبتحط توابل كتير في رايي ملهاش لازمه. معتز الدمرداش. حرفي ومهني وتعلم اعلام صح بس عينيه زاغت في الفتره الاخرانيه. ازاي؟ عينيه زاغت بالبرامج المنوعات وبرامج الانترتينمنت وكذا. في فتره ما يعني في الفتره الاخرانيه. فهو كان من اشهر مذيع الاخبار زمان وبعد كده عمل برامج التوك شو وكان ناجح فيها. ثم عجبته بقى اضواء البرامج المنوعات فراح عمل مستر اكس باين واخطر رجل. وفي رايي ده كان توفيق يعني عكاشه تاني.
توفيق عكاشة زي ما انا قلت لك هو حاله مختلفه، لا يقاس بمعايير المذيع ولا الاعلامي، لان هو مش مذيع ولا اعلامي، هو حكاء، حد بيطلع يحكي ويتكلم ويقول افكاره بس، فما اقدرش اقيسه بميزان المذيع لانه مش مذيع ولا اعلامي. لكن الحكايه الحكائيه او الطريقه الحكائيه دي البلدي الريفي اللي بالبلدي مع الناس جابت مع شريحه من الناس، وانا بحترم النجاح. ابيض ولا اسود؟ كروهات. خيري رمضان. خيري مذيع بيشتغل بالحس الصحفي. يعني هو شطرته الصحفيه اكتر من شطرته الاعلاميه او التلفزيونيه. بس هو ذكي، هو بيستخدم الشطاره الصحفيه دي في العمل التلفزيوني، فبيعملها بشكل الصحافه التلفزيونيه. منى الشاذلي مذيعه اهم مزاياها من وجهه نظري انها رزينه تقيله كده، وفي رايي برضو ده رايي ومنى صديقه عزيزه، انها خسرت كتير لما سابت العشرة مساء. ابيض ولا اسود؟ ابيض اسود شويه. ابيض اسود شويه. لميس الحديد. لميس متمكنه و وحاده و بتنجح بدراعها. ازاي يعني؟ هي زي ما بقول لك فعلا. ابيض ولا اسود؟ ما تقوليش كروهات تاني. لا ابيض متشح بالسواد. استاذ محمود سعد. يا دي تنهيده كبيره قوي. طبعا عشان محمود سعد انا زميلته سنوات طويله في البيت بيتك، وكنت سعيد بهذه الزماله جدا. واعترف لك ان انا في البدايات اول ما جه علينا في البيت بيتك انا اتعلمت منه حاجات، لان هو كان جاي نجم، كان جاي من الام بي سي ومن القنوات العربيه، كان جاي نجم كبير. ومحمود اهم ما كان يميزه البساطه والتلقائيه وقدرته على التواصل مع الناس. ثم ايه بقى؟ ثم عمل رهانات سياسيه. وانا في رايي ان دي خطيئه كبيره لاي مذيع. المذيع يبقى مذيع، ليس له انه يشتغل بالسياسه على الشاشه. احنا بنتكلم في السياسه. يعني انت لما تكون بتآمن بفكره مش هتطلع تتكلم عنها؟ آمن بفكره غير لما آمن بتيار، غير لما آمن بمستقبل سياسي. انا طول ما انا مذيع على الشاشه انا بتكلم في السياسه، لكن لا اعمل في السياسه. عايز اعمل في السياسه اروح انضم لحزب واشتغل زعيم سياسي، انا حر. بس الناس كلها بعد الثوره بما فيهم الاعلاميين طلعوا، كل واحد كان عنده اتجاه سياسي. ايه؟ كان كل واحد عنده اتجاه سياسي؟ لا، ما كانش فيه اتجاه سياسي، كان فيه راي، كان فيه وجهه نظر. هو ده الفرق اللي بقوله لك. اتجاه سياسي لا. انا في كل الاحداث السياسيه عمري ما طلعت قلت للناس انتخبوا مين ولا ما تنتخبوش مين. حتى في ظل السنه الكبيسه بتاعه انتخابات 2012 اللي كان فيها محمد مرسي قدام احمد شفيق، وانا عارف كويس ان محمد مرسي ده اسود بقى بلاك في بلاك، ولان عارف تاريخ الاخوان الاسود كويس، ومع ذلك طلعت قلت للناس ادي مميزات وادي عيوب، وادي مميزات وعيوب، انزلوا انتخبوا اللي انتوا عاوزينه. ما كنتوش بتتكلموا؟ مين؟ انت واستاذ محمود سعد؟ بعد ثوره 2011 لا. لحد دلوقتي؟ مفيش اتصال. كان في مشكله يعني؟ لا خالص، احنا كنا زملاء واصدقاء في البرنامج. لما خلص البرنامج مفيش اتصال، وانا بقول لك انا مش زعلت منه، انا زعلت عليه، لانه محمود سعد بيقول لي كان نجم كبير راهن بمستقبله الاعلامي بسبب الرهانات السياسيه. ففي النهايه الرهانات السياسيه تخسر الكارير الاعلامي، واعتقد ده حصل. مين الاعلامي اللي حاسس ان هو كفايه عليه كده؟ لا، حبه حلوين. حبه حلوين من اللي اتقالوا؟ مش مهم بقى من اللي اتقالوا ولا ما اتقالوش، بس هم حبه حلوين يعني. فعلا؟ بيضروا ولا بينفعوا؟ هو المشكلة الأساسية مش إن هم كفاية عليهم كده، المشكلة إن هم مش إعلاميين. يعني لا، مش أنت يعني. شايف إن الإعلامي أو مهنة الإعلاميين أو المذيعين بقت مهنة أي حد؟ للأسف مهنة من لا مهنة له. فعلا؟ لا.
مش فعلا. هو انت عايشه في اسكتلندا ولا ايه؟ مش معانا هنا؟ لا بس يعني في اسامي احنا قلناها اسامي مهمه قوي. لا انا ما جبتش سيره، انت قلت لي دلوقتي في الساحه، ما قلتليش في الاسماء اللي احنا قلناهم. انا بقول لك دلوقتي في الساحه. انا رايي ان في قنوات وفي في مجموعه من اللي بيشتغلوا مذيعين ما لهمش فيها وعليهم ان هم يوقفوها، لان انا في رايي ان هم دخلوا غلط. فدخلوا غلط. الصفات كده اللي لازم تبقى في الاعلامي علشان اللي بيشوفونا ياخدوا خبره نتعلم. اللي احنا اتعلمناه واحنا صغيرين، الاعلامي او المذيع اولا لازم يبقى شكله مقبول، لانه انت بتطلع على الشاشه. ما بقولش انه يبقى رشدي اباظه ولا البنت تبقى هند رستم، بس ما يبقاش بكرش و ما يبقاش فيه شكل فج. كويس. ده اللي احنا اتعلمناه على فكره، واللي احنا اشتغلنا عليه سنوات طويله، واللي مدرسه الاذاعه ثم مدرسه التلفزيون المصري خرجت اجيال كانت الانجح طول الوقت. الشكل لازم يبقى شكل مقبول، الرجل يبقى فيه قدر من القبول والوسامه، والسيده او المراه فيها قدر من الجمال مش ملك الجمال. اتنين، الثقافه. مفيش مذيع ابيض، مفيش حاجه اسمها ان انا بقرا ما يكتب لي يبقى انا بغبغاء مش مذيع. ثلاثة، سرعه الاستجابه وسرعه التلبيه وسرعه البديهه. اربعه، اللغه العربيه. انت مذيعه في مصر، ما ينفعش يبقى مخارج الالفاظ غلط، ما ينفعش يبقى العربي غلط، ما ينفعش القدره على البلاغه ورص الكلام يبقى فيها خلل. يبقى ما ينفعش تبقي مذيعه في الاساس. ثم خدت بالك من ثم دي؟ ايوه. ثم هي بقى فكره الوعي بقضايا البلد اللي انت عايشه فيها. انت بتشتغلي عشان شهرتك ولا عشان خدمه الناس؟ بتشتغلي عشان فلوسك ونجاحك ولا علشان مجتمعك يتقدم ويتنور؟ لو انت مدركه رساله الاعلام ده يخليكي شويه اعلاميه. لكن انت لو داخله الاعلام بغرض شوفوا حلاوتي وشوفوا جمالي وعايزه فلوس وعايزه شهره، هتنتهي نهايه ما تحبهاش. مين انت ليه بتتكلم عليا انا؟ مش انت. طيب مين الاعلامي رقم واحد في مصر؟ مفيش؟ لا مش مفيش، صعب جدا السؤال ده لانه المشاهد هو اللي يتساله. عمرك ما تساليني من وجهه نظرك، عمرك ما تساليني وانا لاعب في الملعب مين احسن لاعب في الفرقه. هنقول لك كلنا بنجتهد وبنتنافس، الجمهور في الملعب هو اللي يقول فلان الفلاني احسن واحد. الجمهور بيقول مين طيب؟ انت اكيد بتسمعه. بصي والله ما اعرف بجد. اسهل حاجه دلوقتي ان انا اقول لك حد من الزملاء، وعشان ابقى بداري نفسي ومش عارف ايه والتواضع، بس انا ما بحبش الكلام البكش ده. انا بقول لك هتلاقي عند بعض الناس فلان، وعند بعض الناس تاني يقول لك فلان ده ما بنطقوش ده فلان التاني. هتلاقي بعض الناس بتعشقني وبعض الناس بتسب لي، وبعض الناس بتحب وتعشق عمرو اديب وناس بتسب حاكم. ام كلثوم كوكب الشرق وسيده الغناء العربي، في ناس تقول لك يا ساتر يا رب، ومع ان مفيش مفروض راي ما يختلفش عليها اثنين، بس اختلفوا. ففي ناس هيقولوا لك عبد الحليم احسن مغني، واحد يقول لك عبد الوهاب، واحد يقول لك فريد الاطرش، واحد يقول لك عمرو دياب، واحد يقول لك كذا. ولولا اختلاف الاذواق لبرى المذيعون. ايه رايك نشوف فقره الحكايه؟ يلا بينا. يلا بينا. مذيع عنده 60 سنه، بعد 30 سنه من الاذاعه قرر ان هو يحقق حلم النجوميه ويكون مذيع في التلفزيون. يا ترى هيقدر فعلا ينجح وهيغير فكره الناس عنه، ولا للاسف عقارب الساعه هترجع لورا وهيفشل، وكل اللي هنستفيده ان الناس تضحك من قلبها. تعالوا نبتدي ونشوف بعد الدق والنضاره والشنب تامر امين هيقدر يقنع الناس ولا لا. تعالوا نبتدي فقره الحكايه. هل تجيدين اللغة العربية بقدر ضئيل؟ نعم تجيدينها. بارك الله فيك، والله لقد أثلجت صدري. طيب سأسألك سؤالا، لا تتركي صلاتك، هذه الجملة أي الأساليب التي استخدمتها؟ هل أسلوب أمر أم أسلوب تهديد أم أسلوب نهي؟ لا تتركي، معلش الجملة تانية. لا تتركي صلاتك. لا هي الجملة غلط أساسا، صلاتك دي مش نطق خالص، يعني مفروض صلاتك.
أين الخطأ اللغوي؟ أنا وعمر ذهبنا إلى المدرسة بساعتين. إلى المدرسة في ساعتين. أين الخطأ النحوي؟ إيه الخطأ اللي بين الاتنين لما يوصلوا المدرسة بساعتين؟ لا، هذه لها علاقة بالمرور في البلد. لا تترك صلاتك، تهديد أم أمر أم نهي؟ أمر. إنما هو ليس أسلوب الأمر. لو قلت أسلوب أمر لقلت أترك الصلاة. نعم، إنما هو أسلوب نهي، لا تترك الصلاة. أحسنت. أهلا وسهلا. محمد صلاح لاعب كرة قدم شهير. أين الخطأ؟ خطأ؟ أنا قلت لك ما ليش الكرة قوي. لا، ما أنا ما أقول، لم أقل لك أوفسايد أم أوت. لا أحد يتحدث اللغة العربية. مين اللي بيتحدث اللغة العربية؟ ما فيش غير اللي بيقرأ قرآن بس. ليه؟ عادي، كله بيتكلم بالعامية. هل يمكن لمواطن بريطاني أن يقول أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية؟ مستحيل. هل تجد مواطن انجليزي لا يتحدث الانجليزيه؟ ما دام مواطن عربي ما بيعرفش يتكلم عربي. انا وعمر ركضنا الى الملعب فوجدناه مغلق. اين الخطا اللغوي النحوي في هذه الجمله؟ ركضنا معناه يعني السكون او الثبات. ركضنا معناها السكون او الثبات. اه، ذهب الإمام محمد عبده إلى العاصمة الفرنسية باريس. أين الخطأ النحوي في هذه الجملة؟ واضح جلي، حيث أن حرف الجر إلى حيث أن حرف الجر إلى يأتي بعده مكسور، يأتي ما بعده مكسور. إذن صحيح الجملة. ذهب الإمام محمد عبده إلى لا حول ولا قوة إلا باريسي. باريسي؟ ما أنا معرفش أنت قلت إيه. باريسي دي في المنوفية. أنت قلت إيه؟ نحن نختتم هذه الحلقة معكم. لماذا قلت حلقة وليس حلقتي؟ عشان مجمع الناس وأنت شامل الناس حواليك، ما جمعتش الحلقة حلقتك اللي هي حلقتك أنت يعني. والله أنت سكر، بارك الله فيك. أهلاً. هذه ابنتنا الصغيرة. أيوة. أهلاً وسهلاً. عرفينا على نفسك يا فتاة. أنا دودي ومبسوط. دودي. دودي. آه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده بقى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء طيب تنفع؟ دعاء. 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 أتستعرين من اسمك؟ لا خالص، بس ده اسم الدلع. النهارده في اكتشاف حقيقي. حقيقي. لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا عارفين مين ده؟ عارف الاستاذ امير امين. مين يا فندم؟ اه، عمرك تخيلت ان انت هتكون في السن ده وفاشل ومش لاقي شغل؟ يعني احساس صعب قوي جدا. يعني ربنا ما يكتبه على حد. لا عليا ولا على حد، لانه المفروض ان انت في السن ده لما توصلي لفوق الستين هي دي السنوات اللي انت تبتدي تجني فيها، تستمتع بنجاحك، ثمرات نجاحك. فتخيلي بقى ان الوقت اللي انت المفروض بتجني فيه الثمار دي وتسعدي وتفرحي وتستمتعي بالنجاح اللي انت عملتيه وبالزراعه اللي انت زرعتيها طول السنين دي، تبقى لا قدر الله فيها فشل وفيها نوع من انواع البطاله او كذا، فده احساس صعب. حسيت بايه لما شفت نفسك؟ حسيت، بص انا حسيت احساس احلى احساس في الدنيا انا مفتقده دلوقتي، هو فكره ان انت تتعاملي مع الناس وهم مش عارفينك. انا مفتقد الكلام ده بقالي سنوات طويله، يعني بعد ما اتشهرت وبعد بقيت شخصيه عامه ومعروفه خلاص بقت كل افعالك محسوبه عليك، وماشيه في الشارع انت تقريبا متراقبه 24 ساعه وكل همسه ولمسه مرصوده من الناس. فاستمتعت جدا الحقيقه بالتجربه والفقره اللي احنا عملناها في البرنامج، لان انا قضيت مجموعه من الدقائق مستمتع بحاله انه الناس معديه جنبي
بتعاملوا معاك عادي قبل ما نطلع حتى ونمسك المايك وبتاع وانا واقف في الشارع بجهز مع المخرج والشباب في الاعداد مستمتع. الناس معديه جنبي ومحدش بيقول لي مساء الخير او حد بيبص او بتاع. كنت مستمتع جدا وانا بتناقش معاهم كمان في الفقرات وفي الكلام. كنت مستمتع. بعضهم كان بيشاكك وفي النص كده بيبص لي من تحت لتحت ومش عارف ايه والصوت قفشني شويه لكن برده كانت ممتعه بالذات ان انت كمان كنت بتتكلم لغه عربيه وانت من اكتر المذيعين اللي بيطلعوا يتكلموا لغه عربيه. مظبوط. فدي قفشتني شويه كان لازم اغيرها اتكلم عربي مكسر فعلا كان لازم تبقى اجنبي شويه شويه. طيب فكره ان انت لو ما كنتش اشتغلت مذيع كنت هتشتغل ايه؟ اشتغلت في السياحه قبل كده وفشلت. مظبوط. فانت دقت معنى الفشل. صحيح. ودقت معنى النجاح. الحمد لله. لو ما كنتش هتشتغل مذيع كان ممكن تشتغل ايه؟ لو ما كنتش مذيع اعتقد ان انا كان ممكن انجح كوكيل نيابه. فعلا؟ يعني تعرف تحقق مع الناس كويس؟ في بعض الاحيان بفكر في كده. لو ما كنتش دخلت الاعلام والحمد لله يعني وفقت فيه كان ايه الشغله اللي تبقى مناسبه بالنسبه لي. فقعدت افكر شويه لقيت فكره وكيل النيابه الاقرب شويه لشخصيتي. وعلى فكره شغلتنا في التلفزيون فيها شويه. ما هو وكيل النيابه بيعمل ايه؟ بيعمل تحقيق مع الشخص اللي قاعد قدامه. انت دلوقتي كمذيعه بتعملي تحقيق مع ضيفك. صح. فهي قريبه وفيها كمان وجه شبه ان الاثنين باحثين عن الحقيقة. وكيل النيابة بيحقق في قضية عشان يصل فيها إلى الحقيقة. والمفروض كمان المذيع بيحقق في الملفات والقضايا اللي هو بيناقشها لو هو أمين. يبقى بحثا كمان عن الحقيقة. مين اللي خلاك تبقى مذيع؟ والدي هو اللي قالك؟ آه. بعد ما لقاك فشلت في كذا حاجة قالك؟ لا ده من بدري. من بدري وأنا في الجامعة. وعارفة المسلسل بتاع الله يرحمه نور الشريف اللي هو لن أعيش في جلباب أبي. والدي كان بعين الإعلامي كان بيشوفني طول الوقت إعلامي يجي منه. وأنا بسبب الحكاية بتاعت لن أعيش في جلباب أبي وإن أنا مش عايز أطلع في سكة الوالد وعايز أنجح لوحدي ومش عايز أنجح عشان ما يتقالش الكلام اللي اتقال بعد كده. انت درستك كانت ايه؟ ألسن. أنا كلية ألسن جامعة عين شمس قسم إنجليش وسبانيش. فكان والدي من في الجامعه يقول لي تعالى يا حبيبي ادربك في التلفزيون عشان انت يجي منك كمذيع. اقول له انسى. وخناقات للصبح. اقول له انسى مش هخش المجال اللي انت فيه. انا مش عايز لما اخش يتقال ان انا دخلت علشان ابوه او واسطه او كذا. ويقول لي يا حبيبي سيبك من كلام الواسطه. انت لو فاشل انا وانت هنتشتم. لكن انا لو مش عارف ان انت ناجح ما اقولكش خش المجال. ما بتعملش مع بناتك كده؟ لا اولا لسه شويه يعني. انا بنتي الكبيره 18 سنه والصغيره 14 في الجامعه. في الجامعه الكبيره. في الجامعه والصغيره في المدرسه. لسه ما دخلناش في قصه المجال. بس انا بتقعد معاهم تعلمهم لغه عربيه زي ما كان بيعمل معاك؟ بصي بحاول بس صعب. صعب صعب صعب. الجيل الجديد علاقته بالعربي زي علاقتك كده بالياباني. صعبة قوي. ايه رأيك نروح لفقرة الأبيض والأسود ونقول لك أيام تقول لنا الأيام دي كانت بيضة ولا كانت سودة؟ تفضل. يلا بينا. يلا. هنبتدي معاك أبيض ولا أسود. هنقول لك أيام وأنت تقول لنا الأيام دي كانت بيضة ولا كانت سودة. تمام. وتعلق على اليوم. تفضل. يوم 21 مارس يوم عيد الأم لما تكلمت عن والدتك وبكيت على الهواء كان أبيض ولا أسود؟ كان أبيض جدا. جدا. لأنه أنا تكلمت عن والدتي وأمهات مصر كلها في يوم عيد الأم. وبعدين ما اعرفش ايه اللي خلاني يمكن لان انا زي ما قلت لك في بدايه الحلقه انا فكره الوالد مسيطره عليا 24 ساعه سواء عندما كان حيا او حتى بعد رحيله لسه عايش معايا وفي ذهني. ففي عيد الام كلمت الناس حوالي ساعه عن فضل الام وجمال الام وتضحيه الام وكل حاجه. وجيت اختم الفقره فلقيت نفسي لوحدي بتكلم عن الاب مع انه يوم عيد الام. لقيت لساني لوحده بيطلع كلام عن الأب وبقول للناس على الهوى كمان ما تنسوش النهاردة اللي عنده أب يفتكره ويروح يبوس إيده ويقول له ربنا يخليك ليا يا بابا لأنه فضل الأم كبير لكن كمان فضل الأب كبير. واللي أبوه لسه عايش يلحقه ويقعد تحت رجليه. واللي أبوه توفى وأنا بقول الكلمة دي بقى
للاسف ما قدرتش اتملك نفسي من انت كنت اقرب لوالدتك ولا لوالدك؟ طبعا للاثنين، بس والدي بقول لك كان بالنسبه لي حاله خاصه. اولا انا شبهه شكلا وشخصيه وصوتا. يعني حتى لو عملتي ميزان للصوت شويه هتكتشف انهم قريبين جدا من بعض جدا. وزمان انا فاكر موقف كان الله يرحمه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب كان معروف ان اذنه لا تخطئ ودنه ما تخطئش. لو انت كلمتيه وبعد 10 سنين قلت له في التليفون الو يقول لك انت دعاء. ودنه كانت بسم الله ما شاء الله يعني. فكان زمان طبعا كانش فيه موبايلات. فانا كنت لسه ولد صغير في اعدادي كده، وكان والدي كان رئيس الاذاعه. فكان محمد عبد الوهاب ووالدي بيتكلموا في التليفون. فكان محمد عبد الوهاب بيتكلم في التليفون البيت. فرد انا. فاول ما هو يقول الو بطريقته الجميله دي اعرف ان هو او ما انا متخن صوتي سنه كده. فاقول له ايوه ازيك يا عبد، يقول لي ازيك يا امين اخبارك ايه، اقول له تمام يا حبيبي الحمد لله. طب وكان بيعرف ان انت في الاخر بتهزر. بعد دقيقتين كده اقول له بص بقى يا استاذ عبد الوهاب انا هديها لك بابا، يقعد يشتم ويقول لوالدي الله يرحمه ابنك هو الوحيد اللي بيخليني اشك في ودني. يوم ما هاجمت قناه الجزيره بعد تقرير الفسيخ، ابيض ولا اسود؟ اي يوم هاجم فيه قناه الجزيره ده يوم ابيض لانج. لانه الحقيقه قناه الجزيره خلقت لتهاجم. وقناة الجزيرة وجدت لتنحرف ولتخون ولتكون شوكة في ظهر الإعلام العربي وفي الأوطان العربية. فأنا رأيي أن قناة الجزيرة من الثواب الوطني مهاجمتها وكشفها طول الوقت. يوم ما وقفت جنب أبو تريكة كان أبيض ولا أسود؟ لا أبيض، في رأيي أبيض، بس أبيض عاقل. يعني إيه أبيض عاقل؟ أنا لما دفعت عن أبو تريكة دفعت عن الموقف مش عن الغلط. وطلعت قلت 5 مرات انا فاكرهم بالعدد يعني في التلفزيون، قلت لهم يا جماعه ابو تريكه يظل قيمه كبيره لنا كلنا. ويا ما فرح المصريين وما فرح النادي الاهلي وهو معشوق المصريين يمكن حتى من الزمالكاويه قبل الاهلاويه. وابو تريكه ده مثل خلق وعمره ما زعل حد. فكان مثال للرياضه وللاخلاق. كويس، في اتهامات ضده بانه كذا وكذا وكذا، انا ما عنديش ادنى مشكله. بس انا الاوان لهذه الاتهامات انها تتضح. يا اما تثبت بالادله فيدان فنسكت ونقول خلاص القانون ياخد مجرام عالى ان مفيش حد فوق القانون حتى لو كان ابو تريكة. يا اما الاتهامات دي يثبت انها باطله فيبرأ ونضرب له تعظيم سلام ونقول له انت مواطن شريف عداك العين. لكن فكره لا حرب ولا سلم ان هو طول الوقت مشبوه بالاتهامات دي فكره مش عاجباني. طيب يوم ما نور بنتك قالت ماما اللي بتضرب بابا بس بهزار، قالتها في برنامج طبعا كان برنامج كوميدي، اتضايقت خالص؟ ما حسيتش ان السوشيال ميديا برضو خدوها يلعبوا زي ما هم عاوزين؟ بصي انا طول الوقت بحب حاجتين، الحاجه الاولانيه هي التلقائيه. وانا في رايي ان التلقائيه دي واحده من اسباب النجاح على الشاشه. المشاهد في منتهى الوعي والادراك، المشاهد ده عامل زي الترمومتر الحساس. بيحس بالصدق والتلقائيه والطبيعيه. وبيحس قوي بالاصطناع والبكش والحركات اللي بتتعمل. من اول لحظه كده حتى لو المشاهد ده امي لا يعرف القراءه والكتابه بس وعيه عالي يقول لك المذيع ده على طبيعته، حتى لو اختلف معايا في ارائي بس يقول لك على طبيعته وبحترم فيه صراحته وصدقه. ويقول لك المذيع ده رغم انه بيقول كلام حلو بس ده بكاش، ده بيمصطنع، ده بيعمل افلام. ايه اليوم الابيض اللي انت مستنيه؟ اليوم الابيض اللي انا مستنيه اليوم الابيض انه مصر تفوق. نفسي مصر تفوق. مصر هنا مش بتكلم على حتى المصريين، بتكلم على الوطن. الوطن تعب كتير وشاف كتير خلال التاريخ اللي فات ولا التاريخ الحديث. فنفسي في اليوم الابيض اللي يجي المصريين يشموا فيه نفسهم. عارفه اللي هي كده نفتح صدرنا كده والاكسجين يخش. هنا مش بتكلم على فلوس، بتكلم على راحه بال، وبتكلم على استقرار، وبتكلم على مؤامرات تخلص، وبتكلم على وطني يهدى. ده اليوم الابيض اللي انا بتمناه وان شاء الله هيجي. امتى اليوم اللي هيجي وتامر امين هيبطل يهاجم الرقصات والرقص؟ ولا مش هتبطل؟ مش هبطل، بس فرق كبير. بس انا مش بهاجم الرقصات.
انا بهاجم المنحرفات من الرقصات. انا بهاجم. انت شايف ان في رقصات مش منحرفات يعني لطاف؟ ايه قول لنا. نعم. طيب خلينا مين الراقصه اللي انت بتشوفها مش منحرفه وبتحب رقصها وفنها؟ لا بحب رقصها. لا طيب خلينا نقر القواعد. انا ما بحبش الرقص. ده ذوقي. حد له مشكله معايا؟ لا تمام. انا ذوقي الشخصي كتامر امين. انا ما بحبش الرقص الشرقي. انا حر. اتنين. الرقص الشرقي في رايي مهنه مش تمام. انحراف يعني؟ في رايي مش تمام. ليه؟ لان فيها تعري. وانا اي مهنه قائمه على التعري ما احبهاش. والمهنه اللي يتفق المجتمع على نبذها حتى لو بيتفرج عليها ماليش علاقه بالشيزوفرينيا دي، ماليش علاقه بالازدواجيه اللي عندنا. اسالي اي حد حتى من رواد الكباريهات اللي بيروحوا يتفرجوا على الرقاصه في الكباريه. بس اسالي الراجل ده وهو خارج من الكباريه وهو عمال يسقف للرقاصه ويمكن بينقط الرقاصه. اساليه وهو خارج من الكباريه. ترضى تتجوز الرقاصه دي؟ يقول لك وانا اتجننت. ترضى بنتك تشتغل الرقاصه اللي انت كنت بتسقف لها دي؟ يقول لك ده انا كنت دبحتها. مظبوط. هي دي الازدواجيه. يعني في كتير يعني ده رايهم، بس في كمان يعني رجال متجوزين رقصات كتير. ربنا يوفقهم. رجال متجوزين رقصات؟ يعني انت شايف ان انت كده كلام. انا بسال. لا يعني إن في رجال متجوزين رقصات؟ اه في طبعا. طيب هيكونوا متجوزين اخواتهم يعني؟ لا ما انا عشان كده قلت لك ربنا يوفقهم يعني. انا ما بحبلهمش ده، بس خلاص هو ده قرارهم وربنا يوفقهم. لكن انا بقول لك المجتمع ينظر نظره دونيه لمهنه الرقص الشرقي. المهنه اللي ما فيش راجل يحب بنته تشتغلها وما فيش راجل يحب يتجوز بنتها. بس مش لدرجة ان انت تقول حتى لو بنتي قررت ان تجيب رقاصه يوم فرحها ان شاء الله مخنها اتجوزت. انا حر. بنتي. فرح بنتي. انا اللي دافع فلوس فرح بنتي. والحاجه اللي يعني انت شايف ان شغلك وتعبك ما ينفعش ان انت يروح الرقاصه؟ انا ما احبش فرحي او فرح بنتي تبقى فيه رقاصه. انا انت فرحك ما كانش فيه رقاصه؟ لا طبعا. لا طبعا. ده سؤال ما يتسالش. لا انا بسال. لا ممكن يعني والدك كان عملها مفاجاه لي. والدي؟ لا يعني انا بقول لك انا والدي. الله يرحمه ويحسن اليه. طيب تعالى نبتدي فقره لحظه خوف. وبالمناسبه قبل بقى لحظه خوف خلينا في لحظه الحقيقه. طب يلا. وعشان ادللك واثبت لك انه كلامي ده اللي انا كنت بقوله عن المنحرفات والمتجاوزات من الراقصات كلام مش بس ذوق خاص ليا، كلام مثبت بالقانون. مجموعه من الرقصات رفعوا عليا قضايا عشان شافوا ان انا ايه. لا يعني في مثلا فن الراقصه دينا. هم دينا وفيفي عبده عشان اجيب لك من الاخر. دينا, دينا وفيفي عبده رفعوا عليا قضايا. قضيه واحده ولا قضايا؟ قضايا. كويس. تعالى اتنين فيفي واحده دينا حاجه كده يعني. هم عملوا تشكيله لطيفه. هي دينا عملت لك سب وقذف. واحد سب وقذف وده فيفي عملت تشهير واهانه ومش يعني عملوا شويه حاجات كده كويسه يعني. كويس. من وجهه نظرهم ان انا سبتهم وقذفتهم، ومن وجهه نظرهم ان انا اهنتهم وان انا اتكلمت بشكل مهين وفيه مش عارف ايه وحاجات من دي. القضايا كلها انا خدت فيها براءه. والاهم من البراءه هي الحيثيات اللي قالها القضاء. فانت عارفه اي قاضي لما بيكتب براءه بيقول براءه ويقوم زي البراءة اللي أنا خدتها. بالظبط. قال إيه بقى القاضي في حيثياته؟ قال براءة لأن كل ما جاء على لسان المدعى عليه وقتها اللي هو تامر أمين موافق لصحيح الدستور الذي ينص على الحفاظ على القيم والأخلاق وعدم خدش الحياء العام. وأن ده القاضي اللي كاتب كده في الحيثيات. وأن المنتسبات لمهنة الرقص هن الذين يجلبن لأنفسهن سوء السمعة. فول ستوب. شكرا. مش عاوز اكتر من كده. تحت نروح لفقره لحظه خوف. يلا بينا ونشوف تامر امين بيخاف من ايه. بتخاف؟ طبعا طبعا طبعا. خوف غريزه انسانيه. كلنا لازم نخاف، ولو ما خفناش نموت نفسنا في التهلكه. طيب تعالى نبتدي الفقره ونشوف تامر امين بيخاف من ايه.
الإعلامي تامر أمين، إحنا دلوقتي هنواجه الخوف اللي جواك وهنطلب منك كذا طلب، هنشوف هتقدر تنفذه ولا لأ. تمام؟ جاهز؟ طيب. ممكن تتجوز مرتين؟ لأ. لأ؟ هتخاف ولا أنت مش حابب تتجوز؟ لأ، ما حبش، لأنه هتخاف توجع مراتك؟ يعني ده جزء من الموضوع طبعاً، جزء من الموضوع إن أنا خاف على كرامة مراتي وزعل مراتي. وفي رأيي إن الجواز هو الاستقرار، فما فيش استقرار بيبقى مبني على جوازتين. ممكن تكلم مراتك دلوقتي، زوجتك، فضل تليفونك معاك أهو، وهنطلب منك إن أنت هتقول لها إن أنت بتفكر إن أنت تتجوز عليها. أنا فيها مقلب. خد التليفون أهو. إيه؟ وليه خراب الديار؟ مقلب على فكرة. لا مقلب، ده مقلب فيا. لا ما ده مش مقلب فيها على فكرة. ليه؟ عشان الستات، انتي بست وعارفة. الستات ما بيهزروش في الحاجات دي. وهي هتهزر؟ هي مش هتهزر. وبعد كده هنقول لها انه ده هزار، وكل سنة وانتي طيبة وكده. ايه رأيك؟ والله بص، يعني العواقب هتبقى وخيمة. لا لا فكر. والله صدقيني الستات تزعل منك جامد جدا، يعني ان انت عملت مجرد الهزار في الموضوع ده بيضايق الستات جدا، لانه بياخدوها على كرامتهم. وبعدين بيفكروا، تعرف الستات دماغهم بقى تودي وتجيب، بيقول لك طالما بيهزر في الموضوع يبقى دماغه فيه. برافو عليك. طب ما انت ست وعارفه اهو. ما انا كنت عاوز اخدمك مش اكتر. لا متشكر، انا مخدوم لوحدي. طيب لو جالك حكم غيابي ان انت لازم تدفع 2 مليون جنيه، ممكن تكلم مين يسلفهم لك؟ مصر الخير. لا فعلا؟ ما عندكش حد من اصدقائك؟ في حد بيسلف حد 2 مليون جنيه يا دعاء؟ يعني فكر. لا ما يعني انا كسف اساسا اطلب ده من حد. ما انت هتاخد التليفون دلوقتي وهتعمل برضو مقلب في حد. تشوف اكتر صديق ليك ممكن بقى ساعتها يتصرف لك ولا هيخلع بشياكه؟ هيخلع طبعا من غير ما اجرب. ده الخلع. انت متاكد يعني؟ طبعا طبعا. ما عندكش الصديق اللي ممكن يبيع عربيته علشانك و... حتى لو باع عربيته مش هتجيب لي 2 مليون جنيه. لا يعني في عربيات دلوقتي اكيد عندك صحاب عندهم عربيات 2 مليون جنيه. لا ما حدش هيعملها، خلينا صادقين. ما حدش هيعملها فكره انه يبيع حاجته او ابطي كلامي في 10,000 15,000 20,000 ممكن نتكلم، لكن 2 مليون جنيه كله هيقول لي الو الو الرسال قطع ويقوم قافل السكه. تقدر تكلم سما المصري وتشجعها على برنامجها الديني؟ انا ممكن اكسر التليفون قدامك دلوقتي فعلا، او اولع في التليفون تتقطع ايدي قبل ما اعمل كده. استحاله اتكلم سما المصري تحت اي ظرف من الظروف خالص. فعلا فعلا. طيب تقدر تكلم دينا وتعتذر منها؟ لحظه خوف بقى، انت مش عاوز تخاف خالص كده؟ عايز اقول لك حاجه مهمه. قول. انت ما بتعتذرش لحد؟ انا اكتر واحد في الدنيا بيعتذر والله، ما عنديش ادنى مشكله في الاعتذار. وما بكسفش وما بكبرش. وبعترف طول الوقت انه اللي بيعتذر ده هو الشجاع اللي عنده القدره على الاعتراف بالخطا. بس لما اكون اخطات. طيب لو بنتك اتعرضت لمحاوله تحرش او اغتصاب وجات قالت لك، هتجيب لها حقها ولا هتخاف من المجتمع؟ هتعلن للناس ولا لا؟ اكيد هجيب لها حقها، بس طبعا يعني مش عارف الموقف هيبقى عامل ازاي. بس لا هجيب لها حقها، وانا معودها على انها هي كمان تحافظ على كرامتها وتجيب حقها بنفسها. يعني مش هتخاف من المجتمع وكلام الناس؟ لا خالص، بالعكس. اللي بيجيب حقه ده شرف. ايه اكتر حاجه بتخاف منها؟ المرض. تعمل له حساب؟ تطمن على نفسك وتعمل طبعا يعني الـ الـ انا مقتنع انه طول ما الواحد الحمد لله بصحته وبعافيته يقدر يتغلب على اي صعاب، يقدر يتغلب على اي مشاكل. يقدر يقوم ويقف وينجح تاني. بتخاف من الظلم؟ مش بخاف من الظلم، ما بحبوش. لكن متوقع انه اتظلم، لان دي طبيعه الحياه، فيها عدل وظلم، لكن ما احبوش. مين ظلمك ما بتنساهوش؟ او ايه الموقف اللي حسيت ان انت اتظلمت فيه قوي؟ موقف الفسيخ.
حسيت ان انت اتظلمت فيه؟ اه اتظلمت فيه لان نيتي انا عارفها كويس وكنت متوقع ان الناس هتفهمني صح، فحاسس ان الهجوم وقتها كان مبالغ فيه ومش مش مش مساوي للنوايا الطيبه اللي كانت عندي للناس وانا بقول الكلام ده. ممكن تعترف ان انت ظلمت حد؟ ممكن طبعا. ظلمت مين؟ بصي مش فاكر، بس في عملي الاعلامي انا شغلي ان انا انتقد الافعال الخطا وبالتالي انتقد الاشخاص اللي بيعملوا الافعال الخطا دي. ففي عمري اكيد ظلمت ناس لانه ربما المعلومه ما كانتش كامله عندي او المعلومه كانت مغلوطه في لحظه من اللحظات. فاي حد انا ظلمته، فرصه ان احنا في برنامج الصراحه ان انا اقول له حقك عليا اذا كنت قلت كلام مش مظبوط او المعلومات عندي مش كامله. فانا عندي الشجاعه ان انا اقول له انا بعتذر. ادمنت ايه قبل كده؟ ادمنت ايه؟ لا ما ادمنتش حاجه. عمري ما كنت بحب ابقى اسير لحاجه. ما ادمنتش الشهره؟ لا خالص. تقدر تعتزل العمل الاعلامي؟ اقدر. لا اللي يعرفوني اللي يعرفوني كويس يعرفوا ان انا مش شخص بجري ورا الشهره، بالعكس ده انا بحاول قدر الامكان ان انا اعيش حياتي بره التلفزيون كاي انسان عادي، لان الشهره بره التلفزيون تخنق. الساعه اللي تخاف منها وتخاف تيجي؟ الساعه اللي خاف منها ان انا افقد مصداقيتي. يعني احب ان انا اسيب الشغل في التلفزيون قبل الساعه دي ما تيجي. انت ما تحددش اي حاجه من المخاوف اللي احنا كنا حابين نطلبها منك، فعشان كده انا هشيلها ونختم بقى، نختم الحلقه. صعبه؟ احساس صعب صح؟ الضلمه ده احساس صعب جدا. احساس صعب احساس يخوف لوحده. مش يخوف، احساس مقبض. يعني تحس كده بالسواد. لا مش عاوزين نزعلك اكتر من كده، واتمنى ان احنا نكون ما زعلناكش خالص خالص. انا اتبسطت معاك جدا وبجد كانت حلقه حلوه قوي، مش هنساها اكيد، واتمنى ان انت تختم الحلقه لينا. انا اللي بشكرك وانا استمتعت بالحلقه، حلقه كانت دمها خفيف وايقاعها خفيف. الإعلامي الكبير تامر أمين نورتنا. كل سنة وانت طيبة، وميرسي ودايما بالتوفيق يا دعاء. ميرسي جدا، تصبحوا على خير، مع السلامة.